Design of Kennedy Key. الكينيدي كي هو نشوفه بهذه الصورة. عندنا هذا هو العمود، والكي موجود على الزاوية 45 درجة، موجود 2 keys على الزاوية 45 درجة، بيناتهم 90 درجة، فهذه نسميها الكينيدي كي. بالكينيدي كي عندنا الأشياء التالية: أولا العزم اللي هو الامتي، راح تقسم كل خابور من بين الخابورين ياخذ نصف العزم، فبالتالي البي راح يصير عندنا امتي على دي. القوة راح تكون امتي على دي، لان كل واحد راح ياخذ نصف العزم. الشيء الثاني انه توزيع نقل القوة ايضا من خلال الخابور راح يكون بهذه الصورة، يعني القوة المؤثرة تكون ليست عمودية على السطح مثل ما كانت الحالة السابقة، وإنما مائلة بالزاوية. فلهذا القص، حالة القص راح تصير على المحور هذا AC، المحور AC. أيضا الكومبريشن راح يصير على هذه المساحة لكن بشكل مائل، فناخذ البروجكتد اريا. البروجكتد اريا هنا اللي هي على او بي، فلهذا نحتاج نحسب الاو بي ونحتاج نحسب الاي سي. الاي سي هو اذا اخذنا هذا المثلث فهو الوتر في هذا المثلث. هذا هو خابور مربع عرضه بي وارتفاعه بي، فإذا هاي بي هاي بي، فإذا طول وتر اي سي يساوي بي تربيع زائد بي تربيع ويساوي جذر 2 بي. كذلك الاو بي، بالحقيقة الاو بي هي نصف الوتر هذا، فهي نصف جذر 2 بي وتساوي بي على جذر 2. هسه نجي نحسب القوة. القوة مثل ما، او العفو، الاجهادات. الإجهادات مثل ما قلنا سابقا، التاو تساوي القوة على المساحة، قوة على المساحة، فالقوة هي بي على المساحة. هاي المساحة هي هسه عندنا، صار عندنا الاي سي اللي هو جذر 2 بي، جذر 2 بي، فالطول الخابور اللي هو واقع في عمق الصفحة هذه، فجذر 2 بي في ال. البي هي امتي على دي، فراح يصير عندنا التاو تساوي ام تي على جذر 2 بي هنا في ال، والدي راح تجينا منه يصير جذر 2 دي بي ال، فالتاو راح يصير عندنا ام تي على جذر 2 دي بي ال. ايضا بالنسبه للكومبرسيف ستريس، كومبرسيف ستريس يساوي البي على البروجكتد اريا. بروجكتد اريا ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا او بي اللي هي قبل شوية وجدناها في ال، والاو بي هي بي على جذر 2، بي على جذر 2 في ال، بي على بي بي على بي جذر 2 في ال، والبي هي الام تي على دي، ام تي على دي جذر 2، هذا تصعد فوق تصير جذر 2 ام تي على دي بي ال، where ال is the length of the key. وشكرا.